ألمانيا من بعد الثورة تلعب في دور إيجابي كبير ياسر مع تونس وتعطي في دعم لتونس تقريبا غير مشروط، وهذا داخل في التعاون التقني بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا، فيه تمويل المشاريع الصغرى، التكوين المهني، وتعرفوا أن ألمانيا من البلدان اللي نشحت بصفة كبيرة في التكوين المهني، وإحنا هذا اللي ناقصنا في تونس هي التكوين المهني. إذا الاتفاق هذا التعاون حنعتبروه إيجابي جدا.